أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس ضبابي في عموم منطقة العاصمة عمان. أيضا يتوقع يتشكل ضباب في عموم منطقة السهول الشرقية وأيضا منطقة البادية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر وخلال ساعات الصباح الباكر. طقس ضبابي في العاصمة عمان 9 درجات مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 7 درجات، نسب رطوبة عالية حوالي 97%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد بحول الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس صافي مشمس مائل للأجواء الربيعية في عموم المنطقة الشمالية. إربد 23 إلى 12، عجلون 20 إلى 12، جرش 22 إلى 12، المفرق 22 إلى 10. بالانتقال للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان حيث يسود أيضا طقس مستقر ومشمس 20 إلى 13، الزرقاء 23 إلى 10، البلقاء 21 إلى 12، مأدبة 23 إلى 12، أما البحر الميت 27 إلى 18. نفس الأجواء بالمنطقة الجنوبية حيث يسود طقس مستقر، تفرق لبعض الغيوم في العقبة حيث تسجل 29 إلى 19، الشوبك 17 إلى 12، معان 20 إلى 9، الطفيلة 18 إلى 13، أما الكرك 19 إلى 10. بالنسبة للمنطقة الشرقية نفس الأجواء أيضا، طقس مستقر صافي في كل من الرويشد الصفاوي والأزرق 22 إلى 8 في الرويشد، الصفاوي 23 إلى 9، أما الأزرق 24 إلى 10. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى بداية أسبوع موفقة للجميع، إلى اللقاء.